من جديد نذيع على حضراتكم الآن جانبا من اعترافات المتهمين الذين تم ضبطهم بمنطقة العوايد بالإسكندرية قبيل تنفيذ عدة عمليات عدائية تزامنا مع احتفالات عيد الفطر وذكرى ثورة 30 من يونيو. اسمي أحمد محمد زيد حسين حركي سفيان، ساكن في عزبة الدودار جزيرة المساعدة مركز الوسطى محافظة بني سويف، خريج معهد فن تجاري مواليد 7/2/87. بداية انضمامي للتنظيم كانت عن طريق واحد اسمه تنظيم الدولة الإسلامية، كان عن طريق واحد اسمه أحمد كمال عبده سيد، وبعد كده اتفقنا إن احنا هننضم للتنظيم في ليبيا، تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، ازاي؟ عن طريق السودان. بالفعل اتحركنا لأسوان، استقبلنا واحد هناك اسمه أبو يعقوب، كنت أنا وأحمد كمال عبده سيد، وقابلنا واحد هناك اسمه حمزة شعبان جاد، كان في ناس تانية برضو مش ماشية معانا، سايبة البلد وماشية معانا للانضمام بالتنظيم هناك في ليبيا. بدأنا نتحرك على السودان، وصلنا السودان عن طريق المهربين، وصلنا السودان استقبلنا واحد، قعدنا في شقة في مدينة أم درمان. قعدنا في الشقة دي وبعد كده تم القبض علينا عن طريق الأمن السوداني. قعدنا في السجن 5 شهور، بعد ال5 شهور تم الإفراج عننا. بعد ما تم الإفراج عننا قعدنا في شقة تانية في مدينة الخرطوم، قعدنا في الشقة التانية اللي هي في مدينة الخرطوم. بعد كده جاء تكليف من قيادات التنظيم لأحمد كمال إن هم محتاجين 2 إنغماسيين، وقع الاختيار عليا أنا وحمزة إن احنا هننزل نعمل عمليات انتحارية في مصر. بالفعل أحمد كمال سلمنا الواحد اسمه أحمد فارس، أحمد فارس ده كان المسؤول عن تهريبنا من السودان لمصر تاني. أحمد فارس ادانا المعرف بتاع واحد اسمه نور، وعرفنا على برنامج التليجرام، عرفنا إن أحمد نور ده هو اللي هيكون مسؤول عننا وهو اللي هيدينا الأوامر من هنا ورايح. وصلنا أسوان، استقبلنا واحد في أسوان اسمه أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن قعدنا في بيته، قعدت في بيته 2 أسبوع، بعد كده تم تكليفي عن طريق نور إن أنا هبدأ أتحرك على القاهرة. وصلت القاهرة، استقبلني واحد اسمه صقر، سكنني في شقة في زهراء مدينة نصر. في خلال الشهر اللي أنا قعدت فيه في الشقة بتاعت زهراء مدينة نصر، كان نور بيكلمني في فضل العمليات الاستشهادية. بعد كده تم تكليفي من نور إن أنا هبدأ أتحرك على اسكندرية. وصلت اسكندرية، استقبلني واحد هناك وقعدت في شقة في الهانوفيل. بعد ما وصلت الهانوفيل وقعدت في الشقة بعدها بشهرين، جالي حمزة شعبان ومعاه عزت عبد الحليم، اللي عرفت ان هم كانوا هربانين من كانوا عاوزين يفجروا هربانين من الامن كانوا عاوزين يفجروا محل خمور في دمياط. بعدها تم تكليفي من نور ان انا انزل ارصد كنيسه. بالفعل نزلت رصدتها، رصدت التوجه الامني ورصدت الكاميرات ورصدت في تفتيش ولا ما فيش تفتيش، وبلغته بالمعلومات دي كلها. بعدها سيبنا الشقه انا وحمزه ورحنا شقه ثانيه في عزبة محسن، سيبنا الشقة لأن عزت كان نزل يشوف أهله وأخر، فخفنا إن هو يكون اتقبض عليه أو حصل له حاجة. بالفعل اتحركنا على الشقة التانية، كانت في عزبة محسن منطقة العوايد، كان جابها لنا واحد اسمه علي من طريق نور. بعد كده علي اتصل عليا قال إنه جايب لي حاجات من طريق أحمد نور. الحاجات دي كانت مكونات أحزمة ناسفة. بعد كده احمد نور بدا معانا واحده واحده في تركيب الاحزمه الناسفه. ركبنا بالفعل حزامين، وحزام ليا وحزام لحمزه. اخر يوم الاربع اللي فات جاء الامر ان هو التنفيذ هيكون يوم الاحد اول ايام العيد. حمزه هينزل يفجر نفسه في الكنيسه، ولو عرف يدخل جوه هيدخل، وانا في اول تجمع للنصارى بعد التفجير هنزل افجر نفسي فيه. وبعدها جالي الامر ان انا هنزل اخد الاحداثيات بتاع الكنيسه وابعتها له على برنامج في بتاع خرايط بعته لي هو. اسمي حمزه شعبان عبد الرحمن جاد، اسم الحركه وليد، عندي 19 سنه، حاصل على الاعداديه، شغال في فرن دعيش، ساكن في زاويه المصلوب مركز الوسطى محافظه بني سويف. اقتنعت بفكره الدوله الاسلاميه في 2015،
وتعرفت على مجموعة على نفس الفكر، ورحنا في شقة في الفيوم ناخد عادات فيها، وواحد من المجموعة جاب حتتين سلاح ننفذ بيهم عمليات بس اتمسك. ففكرنا ان احنا نسافر ليبيا من طريق السودان. سافرنا رحنا اسوان، رحنا في شقه، قعدنا في شقه بتاع واحد اسمه ابو يعقوب، وكان في ناس من العناصر برضو، ومنهم واحد اسمه احمد محمد زين واسم الحركه سفيان. رحنا قعدنا في سافرنا السودان، قعدنا في شقه في مدرمان. جه الامن السوداني قبض علينا، حجزنا 5 شهور، وبعد كده خرجنا قعدنا في الخرطوم، قعدنا فتره، وجالنا تكليف انا واحمد محمد زين اللي اسمه الحركه سفيان ان احنا هننزل مصر نعمل عمليات انتحاريه في النصارى والكنائس. فبالفعل نزلنا مصر انا وسفيان، قعدنا في شقه في اسوان، وجالي تكليف من نور، من حركه نور، ان انا هروح دمياط. ورحت دمياط قابلت 2، واحد اسمه عزت والتاني السيد غازي. رحنا حطينا قنبله، حطينا عبوه على محل خمور بتاع واحد مسيحي، والعبوه النسفه دي كانت موته، وانا كنت هروح اعمل عمليه انتحاريه في قلب الجنازه بتاعته. بس العمليه فشلت، والحكومه راحت عند السيد غازي البيت، وهربنا انا وعزت، رحنا اسكندريه، رحنا عند احمد محمد زين الحركة سفيان، قعدنا في شقه في الهانوفيل، قعدنا فتره، وجه عزت راح يشوف اهله، فخوفنا لا يتمسك والامن يجي يقبض علينا. فرحنا قعدنا في شقه في العوادي، وجالنا تكليف من حرق نور ان احنا نستعد لعمليه انتحاريه، وعمليه انتحاريه في كنيسه. وسفيان جاب مكونات بتاع احزمه ناسفه، وجالنا الامر ان احنا هننزل يوم الحد الموافق يوم العيد، احاول اخش اوصل للكنيسه وافجر نفسي. وسفيان كان هيشوف اي تجمع بتاع نصارى او مسلمين ويخش يفجر نفسه. بس الامن طب علينا، وكنا هنفجر نفسنا بس ما لحقناش. علي حمدان علي حفني علي، الاسم الحركي اسامه، السن 19 سنه، طالب في كليه اداب جامعه دمنهور، ساكن شارع رقم 9 متفرع من شارع عمر احمد ابو سليمان قسم رمل ثاني اسكندريه. اقتنعت بالافكار الجهاديه عن طريق واحد صاحبي اسمه مروان، تعرفت عليه خلال مزارات الاخوان بعد عزل محمد مرسي. من فتره 5 شهور كلمني على الفيس وقال لي ان هو سافر سوريا وانضم لمعسكر جامعه الدوله الاسلاميه. بدا يبعت لي في اصدارات وربطني بواحد اسمه سعيد على التليجرام. سعيد كلفني ان انا ساكن 2 من الشباب الغربانين في شقه. كلمت واحد صاحبي اسمه عمر على قناعه بفكره الدوله الاسلاميه، وقال لي ان امه عندها عماره في منطقه عزبه محسن العوايد اسكندريه بتاجر فيها شقه. رحنا وتواصلنا مع الاثنين دول اللي كان اسمهم سفيان ووليد، وسكناهم انا وعمر في الشقه. بعد كده كلفني ان انا اقابل واحد تاني اسمه الحركي عمر وسكنه معاهم في نفس الشقه. بعد كده كلفني سعيد ان انا اروح انا وعمر ونروح لمنطقه الكيلو 21 في غرب اسكندريه، ونروح نستقبل 2 ونوصلهم لمكان السكن. رحنا فعلا ووصلناهم لمكان السكن، واستلمنا شنط منهم فيها مكونات لصنع حزامين ناسفين. بعد كده كلفني سعيد ان انا اجيب خيط وابره وشكرتون ولزق، ان انا وعمر نصنع فيهم قميصين ونخيطهم. وعرفنا بعد كده ان الحزامين دول هيستخدمه سفيان ووليد لعمل عمليات انتحاريه في اسكندريه. بعد كده عرفنا ان الشقه الناس اللي فيها اتمسكت، وبعد كده انا هربت والامن قبض عليا.
أنا اسمي عمر محمد أبو العلا علي، ساكن في خرشد اسكندرية العوايد، عندي 22 سنة، حاصل على دبلوم صنايع. اتعرفت على علي حمدان علي من سنة ونص تقريبا عن طريق الشغل في مسلمات، وكان بيجيلي ويفتحني في موضوع الدولة، جامعة الدولة في سوريا وفي العراق، وانا اقتنعت بالفكره، وكان بيجي لي المحل عشان نتفرج على اصدارات انا وهو، اصدارات الدوله اللي في سوريا وفي سيناء. وبعد كده قال لي في 2 شباب هربانين من الامن عايزين نسكنوهم في الشقه الفاضيه بتاعت امك اللي في محسن العوائل اسكندريه، وانا وافقت، وبالفعل الشباب سكنوا. وبعد كده علي كلفني قال لي نروح نجيبه في حاجات هنجيبوها من كيلو 21. وبعد ما رحنا الحاجات دي طلعت أحزمة ناسفة هنوديهم للشباب اللي هم ساكنين في الشقة اللي في مصر. وبالفعل ودينا الحاجة، وعلي قال لي كلفني نجيبه قماش ونخيطه قميصين عشان نحط فيهم الأحزمة. وبالفعل عملنا كده، وبعد ما عرفنا إن بعد ما عرفت إن الأمن مسك الشباب هربت والأمن جابني. أنا اسمي عزت عبد الحليم عبد الغفار قنديل، مواليد 11/2/1984، مدرس بمدرسة عزب الثلاثة الابتدائية، ساكن بكفر سعد دمياط. أنا اقتنعت بفكرة الدولة الإسلامية سنة 2015 من خلال واحد صاحبي اسمه السيد غازي كحلة. كنا بنجيب إصدارات للدولة الدولة الإسلامية نتفرج عليها، الإصدارات ديت فيها فيديوهات عبارة عن عمليات بتنفذ في سيناء وفي سوريا. بعد كده عرفت إن هو بيتواصل مع أحد قيادات الدولة في سيناء، وعرفت ان هم طلبوا منه ان هو يسافر ياخد دوره شرعيه ودوره تدريبيه هناك. فهو بالفعل سافر، ولما رجع طلبت منه ان انا اسافر، فسالني وسافرت في منطقه، قعدت في منطقه اسمها منطقه الشيخ زويد، اخدت فيها دوره شرعيه وبيعت هناك. ولما بعت رجعت تاني بلد دمياط، لما رجعت عرفت ان هو بيتواصل مع واحد اسمه الحركي نور. نور ده بيكلمه على برنامج اسمه تليجرام. نور ده طلب منه او طلب مننا ان احنا ننفذ ان نرصد أماكن أسامي الشرطة والكنائس والضباط. وبالفعل رصدنا محل الخمور في منطقة رأس البر لأحد النصارى، وعملنا تقرير ورفعناه لنور عن طريق التليجرام. فنور لما شاف التقرير طلب مننا إن احنا ننفذ العملية، إن نجهز العبوة، وبعت لنا موعد العبوة اللي هنصنع بيها. وأثناء ما احنا بنجهز العبوة طلب مننا، قال لنا ان في واحد اسمه الحركي وليد. وليد ده عرفنا بعد كده ان اسمه الحقيقي حمزه عبد الرحمن جاد. قال لنا حمزه ده، نور ده قال لنا ان حمزه هو اللي هيلبس حزام ناسف بعد ما العمليه تتم، هيخش في الجنازه بتاعت النصارى وهيفكر نفسه. بالفعل اخذ بعد ما جهزنا العبوه اخذت حمزه ورحنا راس البر عند محل الخمور. حمزه حط العبوه وانا قعدت في المحل المقابل لي ارصد المكان، وكان السيد غازي ده واقف في مكان بعيد مع جهاز المتفجر عن بعد هيفجر العبوه. لكن العمليه فشلت ورجعنا تاني بلدنا، رجعنا البيت. وبعدها بيومين عرفت ان الشرطه اقتحمت المكان عند السيد في الشقه بتاعته. ف لما عرفت رحت اخذت حمزه وهربنا، كلمنا نور فنور ده طلب مننا ان احنا هنسافر اسكندريه، هنقابل واحد اسمه سفيان في منطقه اسمها منطقه الهنوفيل. قابلنا سفيان في منطقه الهنوفيل، قعدنا معاه تقريبا 40 يوم. كنا قاعدين في الشقه، ما كانش حد بينزل من الشقه ولا يطلع، لكن سفيان كان بينزل يجيب لنا الطلبات الاكل والشرب والحاجات اللي احنا عايزينها. وبعد 40 يوم طلب مننا سفيان، قال لنا نور طلب منه ان هو يقول لنا ان احنا هننفذ عمليه انتحاريه احنا الاثنين. أنا اسمي محمود أحمد رجب خليل، الحركي عمر، من شارع دار الناحية بشتيل الجيزة. التزمت دينية في سنة 2009، وبدأت أقتنع بالأفكار الجهادية في سنة 2013 في أيام فتح باب الجهاد لسوريا عن طريق الإنترنت والفيسبوك. وتعرفت على شباب من فلسطين، كان دوري معاهم إن أستقبلهم في مصر ويطلعوا بعد كده على ليبيا يجاهدوا هناك، أو يطلعوا بعد كده على سوريا. واتمسكت حبس سنتين في قضية جند الله أرض الكنانة، وداخل السجن اتعرفت على ناس من قضية أنصار بلد المقدس وجماعة الدولة الإسلامية. من ضمن الناس اللي اتعرفت عليهم داخل السجن مصطفى حمد سمعون، وخرجنا مع بعضنا في 5/2016، وقال لي اللي هو يسافر على سوريا، وكنت بتواصل معاه على التليجرام. بعد كده طلبت منه إن أنا عايز أسافر سوريا، فعرفني على شخص يدعى فاروق حركي، وكنت بتواصل معاه على برنامج ثريميا. وطلب مني فاروق ان انا ابايع او الخليفه ابو بكر البغدادي، وان انا اختفي يومين كده عند حد من قرايبي لحد ما هو يجهز لحد يجي ياخدني يعيدني شقه. وبعد كده اتصل بيا واحد من طرف اسمه فواز،
خدني وحطيني في شقه في منطقه العوايد في اسكندريه، والشقه كان فيها اثنين، واحد اسمه سفيان وواحد اسمه وليد، وكان بيجهزوا حسيمه ناسفه عشان يعملوا عمليه تحريم، واقتحم الامن علينا الشقه وقبض علينا كلنا.